مساء الخير. النهارده في فقره العاب الاخرى معانا ابطال من ذهب، معانا ابطال الكاراتيه في النادي الاهلي، نجوم دائما وابدا في الكاراتيه بيحققوا ميداليات في كل وقت، ودايما يعني نقول ما شاء الله مكتسحين العمليه ودايما ماشيين في الذهب ودايما كسبانين كل حاجه. معانا اتنين فقرتين النهارده، الفقره الاولى هيكون معانا الكابتن جمال خليل. نرحب بيك كابتن جمال، مساء الخير. اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام. ومعانا كابتن فيصل سعيد. ايوه كابتن سعيد، مساء الخير. كابتن فيصل. فيصل سعيد مفيش مشكله خالص يعني صح عادي. ومعانا كابتن ميرنا مصطفى، مساء الخير. ومعانا كابتن ناديه السيد. كابتن ناديه مساء الخير. مساء النور. قولي لي عملنا ايه في البطوله اللي فاتت اللي انتوا حققتوا فيها كل الانجاز الكبير اللي حصل بكم الميداليات الكبير اللي حصل؟ الحمد لله احنا كنا بنلعب دوري ناشئات، الحمد لله خدنا الدرع، الحمد لله يعني كانت منافسه جامده. الحمد لله احنا كنا حاطين في دماغنا ان احنا عايزين يعني ناخد الدرع، ان حاجه مهمه بالنسبه للنادي الاهلي عامه. الحمد لله احنا ربنا وفقنا يعني، الحمد لله خدنا الدرع. الحمد لله مبروك. الله يبارك في حضرتك. فيصل قول لي، ماتشات بتكون جامده مع الانديه اللي احنا بنقابلها. فعلا الماتشات فعلا احنا في الدوري اللي فات ده احنا لعبنا حوالي 13 ماتش. 13 ماتش من الاول ماتش لاخر ماتش كانوا اصعب ماتشات. بس احنا الحمد لله كنا بنكسبهم، كان كسبناهم كل ماتشات تقريبا معظمهم كسبناهم 3-0. كانت تعتبر الماتشات اللي هي كانت صعبه جدا، كانت ماتشات سموحه ونادي الزهور ونادي هيهيا. نادي هيهيا حاجه كويسه جدا. ده نادي يعني مش نادي من الانديه الكبيره المعروفه في مجال الكاراتيه. هو نادي من فرع الشرقيه وجاب مركز ثالث. جاب مركز ثالث. تمام. كابتن جمال قول لنا بنستعد ازاي للانجاز الكبير ده؟ انا عارف ان اسره الكاراتيه ما شاء الله ميداليات ذهبيه كثيره، كلهم ولاد النادي واعضاء النادي، قول لنا بنستعد ازاي لده؟ الاستعداد حضرتك بيبقى فيها تاهيل بدني الاول بنبدا بيه للاعبين، واختيار بيتم من الدكتور مراد عاصم على حوالي ثلاث مراحل، بيختار العدد اكبر من الموجود. احنا مطلوب مننا نلعب في الكاتا مثلا بست لاعبين وست لاعبات، فبيختار منهم 12 تقريبا الاول، وبعدين يلعبوا مع بعض ماتشات ويحسب لكل واحد فيهم ماتشاته، وعلى ضوء اكبر سكور منهم هو اللي بيمثل النادي في البطولات اللي بنلعبها ان شاء الله. قول لي، عندنا قاعده كبيره جدا في الكاراتيه في النادي، وعندنا ولاد تقريبا 3000 4000 ولا تقريبا؟ حوالي تقريبا ما بين 3000 و4000 على الثلاث فروع. قول لي ازاي بناء المنظومه دي كلها ماشيه في 3000 4000 لاعب؟ المنظومه دي كلها حضرتك الدكتور مراد عاصم كرئيس للجهاز مقسم المهام ما بين المدير الفني ومديرين القطاعات والمدربين. فكل واحد ليه مهمته في الشغل، والمدربين نفس الشكل، وما بنكتفيش بمدرب الفرقه لوحده، وبنعمل لها منتخب للمراحل العمريه اللي عندنا، بنلاقي احسن عناصر في كل مرحله بيدربها، بيقوم بتدريبها مدرب متقدم شويه وتحت اشراف الساده رئيس الجهاز ومدير الجهاز الدكتور محمد حسن ومديرين فنيين ورؤساء القطاعات بالنسبه لكل الفرق كاتا او كوميتي. ميرنا قولي لي اخبارك ايه؟ الحمد لله. جاي تضحكي من قبل ما اخش صح؟ مبسوطه. ليه مش قادره ليه؟ قولي لي ايه اللي حصل؟ لا تمام مفيش حاجه. كويسه؟ تمام الحمد لله. طب قولي لي يا ميرنا، كاراتيه لعبة قوية، لعبة عنيفة. البنت ازاي تختار الكاراتيه؟ يعني ازاي رحت لغاية ملعب الكاراتيه برجلك؟ والله انا بلعبه من وانا صغيرة، يعني تقريبا من 7 سنين، من وانا عندي 7 سنين. بابا هو اللي دخله لي، بس الحمد لله يعني ربنا كرمني، والكابتن قال من وانا صغيرة ان انا يعني ان شاء الله هبقى حاجة كبيرة في المستقبل. بس الحمد لله يعني دخلنا ملعب الكاراتيه ان بابا وداكي الملعب وانت كملتي فيه. طب هي مش رياضه عنيفه شويه ان البنت تمارسها ولا لا؟ انا مش شايفه كده خالص. انا شايف كده بصراحه. لا انا شايفه ان البنت عادي تقدر تلعب اللي هي عايزاه. ايوه اكيد تقدر تلعب، بس خلي بالك برضه يعني بيقولوا يلعبوا لعبه جماعيه، يلعبوا لعبه فرديه ثانيه سباحه، لكن الكاراتيه لعبه عنيفه شويه على البنت. لا مش شايفه كده؟ لا انا شايفه عادي، يعني البنت تقدر تعمل اي حاجه حتى لو كاراتيه ولوحدها. خالص خالص. قول لي يا فيصل بتدرس ايه؟ ايه؟ تدرس ايه؟ تدرس ايوه في المدرسه انا عارف. في اي سنه؟ في صف ثانيه ثانوي. في ثانيه ثانوي؟ في ثانيه ثانوي. ازاي قول لي بتاخد تدريب وبطل ومذاكره؟ عندنا ثلاث حاجات صح؟ ازاي بنقدر نوفق بين الاوضاع دي كلها؟ بصراحه انا الحمد لله انا عندي بعرف انظم وقتي كويس، بعرف انظم بين الدراسه والرياضه، يعني حتى ساعتها لما برجع
ساعتها الحق اذاكر وبعد كده بيجي وبعد التمرين بنزل على طول. وحتى بعد ما بشوف معاد التمرين بنزل قبلها بساعه عشان اوصل. والحمد لله بمشي في ده وبمشي في ده كويس. بتقدر تنظم بين الاثنين يعني؟ الحمد لله. يعني طب قول لي خروجاتك مع اصحابك ما بتخرجش ما بتعملش اكيد بنخرج صح؟ لا بصراحه ما بخرجش. ما بتخرجش؟ ليه بصراحة. ليه كده؟ زمايلي يتوتروا بعيد عني. في كمكان مكان ساكن بعيد عنهم. فنادرا ما بخرج. نادرا ما بتخرج، لكن اكيد عشان تكون بطل لازم تكون يعني في حاجات بتعوض حاجات. بالظبط. ناديه قولي لي مين اللي بيبوش الامور في البيت؟ اكيد البيت ليه عامل مؤثر عندك. طبعا. ماما، بابا، اخواتك، مين بيضايقك في البيت؟ قولي لنا عشان كده عشان قولي لي. لا هم عامه بابا وماما واختي كلهم يعني بيدوني بوش يعني. اختي بتلعب كاراتيه معلش سوري. هي كانت بتلعب كاراتيه وهي صغيره. هي صغيره. بس سابته. سابته. طب سابته ليه؟ لا عشان يعني. بس انت بطله. كنا ايه؟ غيرها؟ غيرها صح؟ عايشه. انت البطله. كملي. قولي لي. لا انا هكمل في الكاراتيه ان شاء الله. قولي لي. طب يعني ماما وبابا ليهم دور، ايه الدور انا عايز ابرز للناس او الجمهور ايه الدور اللي ولي الامر بيعمله؟ يعني ماما بتبوش الامور ازاي؟ بابا بيبوش الامور ازاي؟ هي ماما طبعا بتشجع، ماما وبابا عامة هو كل البيت عامة، كل البيت بيشجعني ومعايا في اللعبة دي لحد الآخر يعني، وهما إن شاء الله يعني عايزيني أكون بطلة عالم، هما بيشجعوني إن أنا أوصل يعني للحلم ده، هما معايا يعني حتى في تماريني في كل حياتي عامة. يعني مش بيسيبوني ويشجعوني في كل حاجة. طب هستأذنك هنقطع معاكي؟ لأن معانا بس سيادة السفير محمد فاروق الحمزاوي سفير مصر في ساحل العاج ووصول بعثة النادي الأهلي لكرة اليد المشاركة في البطولة الأفريقية إن شاء الله لكرة اليد هناك في ساحل العاج من الفترة من 19 ل 31. سيادة السفير مساء الخير. أهلا مساء الخير عارفين النهاردة إن شاء الله بعثة النادي الأهلي هتوصل بإذن الله لساحل العاج، عايزين نعرف آخر الاستعدادات لاستقبال بعثة النادي الأهلي إن شاء الله هتوصل الساعة 1 بتوقيت ساحل العاج. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا طبعا بسمة الأهلي وبالأستاذة المستمعين، وإحنا طبعا صار يعني منذ اختارها بالمشاركة المصرية طبعا في البطولة الأفريقية البطولة الـ40 واحنا بالفعل على تواصل مع الجانب الإجباري واجتمعت شخصيا حوالي 3 أيام بالرئيس الاتحاد الإجباري للهاندبول واطمئنت بنفسي على الإجراءات. فهو هنا تعرف حضرتك كان أنا اللي قبل فاجر كان في هنا ضابط الألعاب الفرنسية كانوا دولة كوت ديفوار بنت يعني قرية مخصوصة زي كده قرية أوروبية للألعاب الفرنسية، فدي اللي إن شاء الله هيتم استضافة الفرق المشاركة إن شاء الله في البطولة. وطبعا زي ما حضرتك عارف في مجموعتين رجال، المجموعة الأولى فيها النادي الأهلي كرة اليد والمجموعة الثانية فيها إن شاء الله نادي الزمالك برضه اللي إن شاء الله هيوصل لها. فإحنا طبعا بنستعد من فترة وإن شاء الله أنا هكون شخصيا في استقبال بعثة النادي الأهلي اللي هتوصل إن شاء الله يعني تقريبا بتوقيت القاهرة، هيبقى تقريبا الساعة 3 الفجر بتوقيت القاهرة بإذن الله إن شاء الله من الدار البيضاء من كازابلانكا من المغرب. فنكون ان شاء الله في الاستقبال ويعني نعمل طبعا على راحتهم وعلى يعني استعدادهم التام ان شاء الله للمباراه الاولى اللي هتكون يوم الجمعه ان شاء الله الجاي. سياده السفير عايزين نطمن حضرتك على مكان الاقامه، انا عارف ان هي كانت قريه اولمبيه بس مكان الاقامه يعني مكان الاقامه انت عارف دايما الدول الافريقيه في البطولات الاخرى بره كره القدم بيكون اماكن الاقامه فيها شويه مشاكل، هل اماكن الاقامه حضرتك بتطمنا عليها ان البعث الاهلي هتنزل في مكان؟ هو ان شاء الله هو بالفعل وصل من يومين يعني احد يعني نقدر نقول واخد مقدمه من النادي كابتن هاني النجدي وصل فعلا من يومين وكنا برضه السفاره كانت في استقباله وفي مندوب من السفاره راح مع القريه امبارح، انما يعني انت عارف طبعا بطبيعه الحال يعني هنا يعني الاستعدادات بتبقى دايما يعني اخر لحظه. هم من امبارح والنهارده لان هم اساسا الاستقبال الرسمي او الاقامه الرسميه في القريه المفروض من بكره. انما ان شاء الله الفرق بتاعتنا هتوصل النهارده
ويعني بقول لحضرتك كابتن هادي موجود هنا من اول امبارح ومع مندوب السفاره، وقدروا ان هم طبعا يزوروا القريه ويجتمعوا بمسؤولي الاتحاد الافريقي والاتحاد الاجباري بحيث ان شاء الله يبقى مع وصول الفرق ان شاء الله يبقى كل حاجه جاهزه وعلى اتم الاستعداد. وطبعا احنا كسفاره احنا طبعا يعني احنا بقول لحضرتك موجودين من ساعه وصولهم في المطار، وطبعا يعني احنا نوفر لهم كل سبل الراحه عشان ان شاء الله يبقوا يعني الاداء متميز كالعاده، وان شاء الله يكونوا يعني مبسوطين وسعداء في البطوله ان شاء الله ويحققوا احسن نتائج باذن الله. سياده السفير بنشكرك شكرا جزيلا على اطمئنان على استعداد النادي الاهلي او استعداد وصول بعثه النادي الاهلي، وان شاء الله هنكون مع حضرتك كل يوم بنتابع مع حضرتك اخبار بعثه النادي الاهلي. سياده السفير شكرا جزيلا. معلش كان لازم نعمل تليفون مهم مع سياده السفير ده النادي الاهلي وهاند بول، عشان انت عارفه انا بتاع هاند بول برضه مش هينفع لازم يكون في حاجه. قولي لي بقى نرجع تاني لمرجوعنا مرنا، وقولي لي احنا بخصوص الاسره بابا وماما والقصه كلها، مين بيبوش ومين فعلا اللي بيديك الباور في القصه كلها؟ اكيد كل واحد ليه دور. كلهم ليهم دور، كلهم اصلا بيعملوا نفس البوش يعني الحمد لله يعني وعايزين يعني اوصل ان شاء الله يعني لبطله عالم. لبطله عالم؟ ان شاء الله. ناويه؟ هنرجع للطموح ده عشان الطموح ده طموح مشروع لكل اللاعبين. كابتن جمال اكيد بيقابلنا صعوبات واحنا بنصنع البطاله، عايزين نعرف ايه بعض الصعوبات اللي بتقابلنا؟ هي بعض الصعوبات اللي بتقابلنا صعوبات الوقت بالنسبه للاعبين واغلبهم في مدارس اجنبيه وناشونال وانترناشونال، فطبعا بنحاول نظبط وقتنا في التدريب يناسب اغلب اللاعبين عشان نقدر نتغلب على الوقت دول. تاني حاجه البدني بتاعهم والسرعات بتاعتهم دي كلها بيبقى ليها قياسات عندنا في التمرين او بتعمل حسابها بحيث نقدر نوصل للعيب لاعلى مستوى ليه قبل بدايه الموسم ان شاء الله. ان شاء الله. فيصل قول لي ايه اصعب ماتش قابلك في الدوره اللي فاتت في الدوري اللي فات؟ قابلنا انا؟ اه ماشي. أنا كان أصعب ماتش قابلني بصراحة كان ماتش هي نادي هي. عايز تعلي صوتك شوية. أصعب ماتش قابلني فعلا في الدوري كان ماتش نادي هي. الماتش ده الكابتن كان نزلني رقم واحد. الماتش ده كان الكابتن كان نزلني رقم واحد. كويس. اللعب اللي أنا لعبته كنا إحنا عملنا لقاء قبل كده معاه وخسرت منه كان فرق كبير. تمام. وأنا بصراحة كنت نيرفز وكنت عايز أكسب. وأنت لازم بقى كنت إيه؟ جواك قول لنا كده. وانت لازم كنت جواك ايه؟ عايز ايه؟ تفرتكوا صراحه يعني جوايا كنت بوقد نار الصراحه. صح كده؟ كنت يعني الولد انا لعبته قبل كده وخسرت منه. كويس. فكان لازم وبالذات ان احنا في ماتش رسمي كان لازم اكسبه فرق عالي. والحمد لله يوميها انا لعبته وكسبته 7-0. ما شاء الله. ده الماتش كان اصعب ماتش بالنسبه لك. ده كان اصعب ماتش بالنسبه لي. ميرنا قولي لي. مبسوط قوي انك بتتحكم. لا عجباني جدا. ياسمين نصر لسه محققه الميداليه الاولمبيه حالا في بوينس ايرس في الارجنتين. تقولي لها ايه؟ احب اقول لها مبروك. طبعا اكيد ربنا اداكي على قد تعبك وان شاء الله تكوني في تقدم على طول. يا رب ابقى زيك. ميرنا قولي لي دلوقتي انت عارفه لسه الاولمبياد لسه داخله، يعني الكاراتيه لسه داخله في الاولمبياد، اعتقد دي اول اولمبيك جيمز للكاراتيه في الشباب، واعتقد المرحله الجايه كابتن جمال هتخش في الاولمبياد في طوكيو اعتقد. ان شاء الله. هتخش لعبه اساسيه. 2020 في طوكيو. وليه احنا عندنا ابطال عالم كبيره في النادي الاهلي زي الدكتور مهند مجدي طبعا. دي حاجه عضو مجلس اداره، وابطال تانيين كتير عندنا في النادي. قولي لي رايك ايه؟ النادي الاهلي هيفضل مستمر؟ مصر هتفضل على الرياده ولا هيحصل مشاكل زي ما بتشوف دايما في العالم الفرديه لما بتخش اولمبيه بنقوم نازلين؟ قولي لي. لا ان شاء الله نبقى في تقدم، ان شاء الله نفضل مستمرين في اللعبه دي وان شاء الله تفضل على طول في الاولمبيات. يا رب ما يحصلش اي مشاكل يعني. بتشوفي مين مثلك الاعلى في اللي موجودين دلوقتي في النادي الاهلي؟ الكباتن بتوعك. في الكباتن؟ صراحه كباتن اللي بيدربوني كابتن تامر هو مدربي. انا طبعا احب اشكره جدا على وقفته جنبي مع كل السنين دي، انا بتدرب معاه من وانا صغيره احب اشكره جدا. وكمان احب اشكر كابتن احمد عاطف هو اللي كان بيدربنا في الدوري بجد الصراحه عمل معانا مجهود جامد قوي واحنا كنا بنتعبه جامد. طب ازاي؟ عايز اعرف قولي لي يا نادي. لا معلش عايز اعرف بتعملوه ازاي؟ بتعملوه ازاي يا نادي؟ قولي لي بتعملوه ازاي؟ قولي لي. لا احنا طلعوا من المدربين انتوا برضه. لا قوي بجد.
عاملين؟ لا احنا الحمد لله كنا بنتمرن، بس ساعات اللي هو ايه لما احنا كنا بنلعب جماعي، لما مثلا ما بنمشيش مع بعض واحده تنسى كده، فكنا الصراحه بنتعب جامد كده. جمال قول لي لو ما مشوش جماعي ايه اللي بيحصل؟ هو طبعا لازم في وحاجات كده بشوفها. لا ابدا لا لا، هو التكرارات هي اللي بتتعبهم كتير. كويس. يعني احنا عشان هم يوصلوا لاعلى مستوى فبنعيد التكرارات عليهم، عشان النقط اللي بيحصل فيها النقط اللي بيحصل فيها نسيان او حد شيء يمشي مع زميله اللي جماعي ما بيبقاش مظبوط، فبنعيد نكرر مره ثانيه. فده طبعا من ضمن الحاجات اللي بتتعبهم جامد في التمرين، ان احنا نعمل تكرارات ازيد من العادي بحيث ان هم يقدروا يؤدوا الاداء من غير اي غلطه باذن الله. قول لي يا فيصل، طموحنا ايه في المرحله الجايه؟ انا طموحي المره الجايه ان شاء الله اخش منتخب مصر وانا بطولة العالم ان شاء الله، واجيب فيها ده ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. ماشي يا فيصل. ناديه، طموحك ايه في المرحله الجايه؟ انا ان شاء الله عايزه ابقى بطله عالم ان شاء الله. هو كده هو كده هي عافيه. دي عافيه صح؟ عافيه. خش اتفضلي قولي. الحمد لله يعني يا رب اكون يعني بطله عالم، وانا نفسي ان شاء الله احققها ان شاء الله ان شاء الله احققها. اولمبيك جيمز ماشي؟ مش بطله عالم بقى، اولمبيك جيمز خلاص. قولي لي ايه الطموح؟ والله احنا كلنا نفسنا نبقى بطل عالم يعني. نفسك؟ اه قوي بجد. بتفكري في الكلام ده كتير وانت؟ اه ما فيش ده التارجت بتاعك. اه بالظبط، ده الهدف بتاعي جدا. ده الهدف بتاعك. كابتن جمال، الكلمة الأخيرة لمجلس إدارة النادي الأهلي. حقيقي احنا بنشكر مجلس إدارة النادي الأهلي لأنها منظومة قوية وليها كاريزمة البطولة، ودي طافية علينا كلنا كألعاب رياضية في قلب النادي الأهلي. بنمشي على نفس النهج، وتقريبا زي ما قالوا لنا روح الفلنة فعلا هي روح النادي الأهلي، هي اللي بتبقى مسيطرة في الماتشات علينا في قلب الملعب، وكلنا بنخاف على سمعة النادي في قلب الملعب واحنا بننافس اي فرق تانية. كلمة لأبطالنا اللي قاعدين دول اللي هم قدروا يحققوا وعايزين يوصلوا لبطولة العالم. أبطالنا دول احنا طبعا بنشكرهم على أدائهم الرائع دون، وعملوا إنجاز غير مسبوق قبل كده إن احنا ناخد 4 دروع ذهب مركز أول في مرحلة الناشئين، لأن كنا دايما بنجيب يا درعين يا 3 بالكتير، فأول مرة نجيب 4 دروع، ودي انتصار غير مسبوق حتى في الاتحاد المصري للكاراتيه، ما فيش نادي قدر يعملها غير النادي الاهلي. كابتن جمال، يعني الوقت سريعا، لازم نشكركم جميعا. نشكرك يا فيصل، نشكرك يا ناديه، يا ميرنا اللي قعدت تحكي لي من اول الحلقه. بشكركم جدا، وفعلا انتظرونا لان هنخرج لفاصل مهم او تقرير عن برضو رياضه الكاراتيه وابطال اخرين، وهنستقبل برضو ابطال اخرين او برضو الذهب في بطوله الدوري. تقرير وترجعوا لنا مره ثانيه. طبعا الحمد لله، وشعور جميل جدا. احنا تعبنا جدا يعني على ما قدرنا نحقق الفوز ده، ودي اول مره من زمان جدا ان احنا نجيب درع دوري الناشئين. بقى لنا 3 سنين بنتمرن، وكل سنه بنتقدم اكتر واكتر. اول سنه جبنا 5، بعدها السنه اللي فاتت جبنا 4، السنه دي الحمد لله قدرنا نجيب الدرع، وقدرنا برضو نجيب درع الناشئات والكوميتي وفي كده، فالحمد لله يعني. الحمد لله احنا ربنا كرمنا، احنا بقى لنا 3 سنين بنهدي الفرقه ديت علشان ناخد بقى الدرع السنه دي ان شاء الله. الحمد لله عملنا معسكر واشتغلنا يوميا تمرين الصبح وضهر بتعليمات من الدكتور مراد عاصم والدكتور محمد حسن، والحمد لله كان عاملين لقاءات كتيره مع انديه كبيره، وربنا كرمنا الحمد لله فوزنا بدرع الدوري. لعبنا 13 ماتش بدون هزيمه، اللهم لك الحمد يعني. والله شعور حلو قوي بالذات مع الفرقه دي، لان دي فرقه لسه صغيره، وطبعا ده كان انجاز حلو جدا ان هم صغيرين وقدرنا نجيب الدرع اول. الحمد لله. الحمد لله طبعا فضل من ربنا، السنه اللي فاتت كنا عاملين 6 في الدوري ده. الحمد لله اجتهدنا قوي الموسم ده وبدانا من بدري صراحه، الجهاز وفر لنا كل حاجه. بدأنا إعداد بدني وإعداد بدني عام وإعداد خاص، الحمد لله دخلنا في فترة المنافسات. الحمد لله ربنا وفقنا، لعبنا دوري صعب جدا 15 ماتش ما بين أحسن 15 نادي في مصر. الحمد لله بدون هزيمة، بتعادل 1 لله الحمد. الحمد لله حسمنا الدوري من قبل نهاية الدوري ب3 ماتشات. الحمد لله كنا أفضل فرقة على المستوى الدوري كله، كنا موفقين جدا بدنيا وفنيا. الحمد لله
طبعا دكتور مراد، توجيهات دكتور مراد، دكتور محمد حسن، كابتن اشرف صالح، كابتن حاتم يوسف مدير قطاع الناشئين. الحمد لله كنا موفقين، والحمد لله ربنا كرمنا بعد مجهود كبير جدا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، فرحان جدا يعني باللي احنا عملناه. كنا بنتمرن جامد كل يوم تقريبا، دي تاني مرة اخد الدوري مع او تاني مرة ندخل الدوري ونجيب الدوري برضو الحمد لله، وكسبنا كل ماتشاتنا وكنا شغالين في تمارين بكل ما احنا عايزين يعني، ونزلنا الدوري وعملنا اللي احنا عايزين الحمد لله. طبعا احنا بنتمرن شبه كل يوم، بنتمرن طبعا تمارين جامدة عشان نجهز طبعا المنافسات، عشان زي ما قلت لحضرتك المنافسات بتبقى صعبة ويعني والفرق بتبقى تقيلة، فلازم طبعا نبقى مجهزين قبلها بفترة، وبيبقى في فترة اعداد. وطبعا كل الفضل للكابتن ابراهيم مجدي وكابتن علي صبري اللي ساعدونا ان احنا نحقق النجاح ده الحمد لله. مبروك للنادي الاهلي، ومبروك للعيبه، ومبروك للجهاز الفني والاداري. احنا بمجرد ما بتنزل الخطه من الاتحاد المصري للكاراتيه بيبقى فيه هنا تجميع للعيبه، دكتور مراد عاصم بيتم اختيار افضل العناصر الموجوده عندنا، وبناء عليه بيتم بعد كده تحديد التدريبات بتاعتهم، تدريبات بدنيه وتدريبات فنيه. البطوله طبعا بطوله الدوري دي بتبقى بطوله قويه، بطوله الدوري الممتاز دي بطوله قويه بتضم افضل العناصر وافضل الانديه في البطوله، وبناء عليه احنا بنلعب حوالي اكتر من 15 ماتش، وطبعا الافضل اللي هو اللي بيوصل بنبقى محتاجين كتات معينه نلعبها مع الفرق اللي قدامنا، كل فرقه بيبقى لها شغل معين وتكتيك معين، والحمد لله ربنا كرمنا والحمد لله انجزنا يعني. احنا بنشكر مجلس الاداره الموقر برئاسه الكابتن محمود الخطيب ان هو وفرنا الاستقرار، وقدرنا نحصل لاول مره على اربع دروع، درعين كاتا ودرعين كوميتيه للناشئين والناشئات، ودي حاجه غير مسبوقه برئاسه الدكتور مراد عاصم رئيس الجهاز ومدير الجهاز الدكتور محمد حسن. واللاعيبه عندنا قاموا بمجهود خرافي، قدروا يحصلوا على الدروع بتفوق فالحمد لله. هو اربع دروع، وكل فرقه يعني فرقه الكاتا مكونه من ست لعيبه، فبيحصلوا على ست ميداليات غير الجهاز الفني والاداري. وبالنسبة للكوميتيه 10 لعيبه يحصلوا على برضك 10 ميداليات، فتوتال الفرقتين الكوميتيه 20 ميداليه، والكاتا 12 لاعب ولاعيبه، يبقى 12 و20 يبقى 32 ميداليه. ده رجعت لنا مره ثانيه مع تاني فقراتنا النهارده وابطال الكاراتيه. ابطال الكاراتيه ما شاء الله لو جبناهم يعني هنقعد حلقات وحلقات نتكلم عليهم، دونك عندنا ابطال كتير، ابطال فوق يعني ارقام كبيره، مش عايزين نحسب نفسنا، لكن ما شاء الله عليهم، هم دايما حاطين النادي الاهلي في المقدمه. معانا في الفقره الثانيه معانا كابتن عبد الرحيم قاسم مدرب فريق الكاراتيه. كابتن عبد الرحيم مساء الخير. اهلا بيك. اهلا بيك. اهلا بيك. ومعانا كابتن محمد عادل. ازي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. مبسوط؟ طبعا. تشجع الاهلي قوي؟ طبعا. ومعانا كابتن محمد صلاح، هو مش لاعب كوره لكن هو بطل عالم في رياضه الكاراتيه. كابتن محمد مساء الخير. ازي حضرتك؟ كابتن ملك علي. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. نبدا معاكي، قولي لي ايه الحكايه؟ وصلنا ازاي ونجحنا ازاي وحققنا ازاي؟ احنا بادئين تمرين تاني اسبوع في شهر رمضان. تاني اسبوع شهر رمضان. ولعبنا في شهر 9، اول احنا عندنا اسبوعين. كويس. اول اسبوع لعبناه في شهر 9، تاني اسبوع لسه لاعبينه كملناش اسبوع. كويس. طبعا التمرين كنا كلنا بنحضر، بنتمرن جامد جدا، كويس جدا. كنا حاطين في دماغنا ان احنا لازم نجيب الدرع عشان ما ينفعش حد تاني يجيب غيرنا الدرع. جهزنا، دخلنا الحمد لله اول اسبوع كسبنا كل ماتشاتنا اللي عندنا، تاني اسبوع نفس الكلام والحمد لله خدنا الدرع. قولي لي اصعب وقت في تدريباتك في الكاراتيه ولا في الفتنس ولا فين بالظبط؟ هو الاثنين صعبين. لا الكاراتيه سهل، انا اللي عارف كده، ايه رايك؟ لا الفتنس اصعب. الفتنس لا لا لا، الاثنين يعني ده بيكمل ده، ده بيكمل ده. تمام. كابتن عبد الرحيم، في مشقه وتعب للعيبه عشان نوصل لان هو يعمل البطل، لكن اكيد انتوا برضو حلاوه المكسب بتنسيك حاجات كتيره،
قول لي ايه الطريق اللي احنا بنمشيه عشان نوصل لغايه البطل؟ والله احنا الحمد لله بنعمل استعداد كويس جدا للفرقه، وده بيبقى دعم من الجهاز الفني والاداري. تمام. بنكثف عدد الوحدات التدريبيه، وبنعمل دايما لقاءات باستمرار عشان نقدر نقف على مستوى اللاعبين كويس، وبنبدا نحط استراتيجيه اللي احنا هنلعب المباريات التشكيل ازاي. وطبعا احنا ماشيين بيحصل طبعا عندنا مشاكل، طبعا في ولد مثلا بيجي له اصابه، في ولد عاوز يتاهل نفسيا، فبيبقى معانا الدكتور المينتال موجود، دكتور مدحت، وطبعا بمعايا كابتن شيكو، لو في اي دروب موجود فنيا بنبدا نساعد ونبدا نقوم اللعيب ده عشان نقدر نكسب في المباريات الصعبه يعني. محمد قول لي، لما بتلعب الماتشات اكيد في ماتش مش بتنساه، مع ان العمر التدريبي بتاعك مش كبير، اعتقد مثلا بتمرن 9 سنين مثلا 8 سنين مثلا، اكيد في ماتش من الماتشات ما تنسوش في حياتك. ايه الماتش اللي ما تنسوش في حياتك؟ في الدوري؟ في اي مكان. هو عادي يعني، مفيش ماتش اللي هو لازم يكون في ماتش معلق في ذاكرتك، ماتش كسبت فيه ذهب مثلا. اكيد الماتش الاخير كان ماتش مهم بالنسبه لك. الفاينل بتاع الدوري دوت كان احنا وسموحه كويس، الحمد لله كنا رايحين واحنا كسبانين كل الماتشات كويس، ما فيش خسرانين ماتش الحمد لله، فاحنا نكسب ناخد الدوري طبعا. دوت ماتش ما تنسيش يعني، مش قادر تنساه. لا طبعا يعني ده ماتش الدرع يعني. قولي لما نزلت الارض الملعب ايه كنت في دماغك، ايه بتفكر ازاي؟ لازم اكسب يعني عشان الناس وامي وابويا واخواتي وكده يعني يفرحوا المدربين. قولي مدربك قال لك ايه وانت نازل الارض الملعب تفتكر؟ قال لي اعمل اللي عليك بس، واستري الباقي يعني على الله بس. ما شاء الله عليك، ربنا يكرمك. محمد صلاح اسم كبير في عالم كره القدم، كابتن محمد صلاح كلها بتشجعه واسمه عظيم، والنهارده قدام محمد صلاح بطل العالم في الكاراتيه، مظبوط؟ مظبوط. قولي وصلنا لبطل العالم ازاي؟ طبعا كله، طبعا يعني كل مجتهد النصيب كويس، كل ما تتعب ربنا هيديك يعني ان شاء الله كويس. طبعا انا اشتغلت على الكلام ده سنين، وانا الحمد لله بدات الكاراتيه من وانا عندي 4 سنين يعني. اربع سنين لعبت الكاراتيه وانت عندك 4 سنين، دخلت بطولات وخسرتها مش مشكله، نقعد نكمل نطور من نفسنا ونكمل تاني لحد ما وصلت للهدف ده الحمد لله. وصلت له بعد قد ايه؟ كام سنه تدريب؟ لا كتير كتير، حضرتك بدا من 4 سنين. من 4 سنين النهارده عندك 16 سنه، بعد 12 سنه وصلت الحمد لله. اللي جاي ايه؟ الحمد لله انا يعني بطوله العالم اللي جايه الشباب يعني تحت 18 سنه، ويعني بطمح ان انا اثبت على المستوى يعني ما احصلش دروب وابقى بطل عالم تاني ان شاء الله. اسم محمد صلاح في كره القدم بيعلق معاك؟ الناس بتعلق معاك بتقول لك حاجه اصحابك؟ طبعا يعني. ايه؟ روما يا محمد. ايه؟ روما بيسموه روما عشان كان بيلعب في روما. بيقولوك روما. الاسم ده بالنسبه لك اسم يعني هو ينسب محمد صلاح التاني يعني. ايوه بس انت اكيد برضه بطل عالم عندنا يعني، مفيش مشكله مظبوط؟ قولي لي ملك، قولي ازاي بتوفقي بين الدراسه وبين التدريب؟ اكيد في بوش لازم ندرس نتعلم، اللعب مش بيجيب نتيجه، اللعب ملوش فايده صح ولا ايه؟ بصراحه بابا وماما بينظموا لي وقتي كويس جدا بالذات، وكمان اداره الكاراتيه من النادي بتنظم الوقت يعني، تخلي التمارين متاخره شويه، مثلا نبدا تمرين الساعه 8 خلاص مثلا 11. انا بحاول يعني اخلي وقتي للمذاكره وانا قاعده، ما وريش حاجه اذاكر، مش اضيع وقتي. وقت التمرين بتمرن بجد، مش اللي هو انا رايحه اهزر، بتمرن بجد عشان اطلع النتيجه دي. مركزه بتركزي في الامور؟ طبعا يعني مذاكره ودراسه. بالظبط. طب والهزار؟ هزار. طيب كابتن عبد الرحيم، المرحله بتاعت اولياء الامور النهارده ما عادش زي زمان، احنا بنلعب كان زمان كنا بنروح الملعب لوحدينا، الوضع دلوقتي اختلف. اولياء الامور قول لي بيتعبوا ازاي؟ يعني بيساعدوا ازاي؟ يعني اكيد بقى جانب اساسي عندنا ولي الامر. والله طبعا ولي الامر طبعا هو الجانب الاساسي فعلا عشان يظهر البطل اللي احنا شايفينه قدامنا في النادي الاهلي. يعني انا بحس ان ولي الامر بيبقى مضغوط نفسيا وذهنيا مع ابنه، بينظم له وقته، بيجيبه التدريبات في مواعيده، بيطلع من درس يخش في تمرين، يتمرن فيتنس، يتمرن كاراتيه، ده الموضوع شاق جدا. وحتى في العاب كتيره جدا ولي الامر بيصحى الفجر زي السباحه، زي السباحه بيصحى الفجر عشان يوصل للمرحله اللي هو عاوزها يعني. احنا نفس الكلام في الكاراتيه، بيبقى عندنا يعني الولد عنده كذا تمرين بيخش الصبح لا بس عندنا تدريبات يعني انا في الدوري الفتره الاخيره دي
كنا بنتمرن لغايه الساعه 12 بالليل ومعانا بنات طبعا. احنا ماسكين فرقه ناشئات لغايه 8 من 8 بنخلص 11 ونص 12 وطبعا قبل ما بيروحوا. فدي كانت ضغط على اولياء الامور طبعا بيصاروا مع اولادهم لغايه يعني يعتبر احنا اخر ناس بنخرج من الصاله. ودوت كان بيساعدنا كتير جدا ان احنا عشان نوصل للمستوى اللي احنا عاوزينه في الدوري. كنا بنزود الوحدات التدريبيه وكنا بنتمرن في اهل الجزيره وبنتمرن في اهل مدينه نصر بنتمرن في الاثنين عشان نقدر نكثف كويس جدا اللعيبه. طيب عايز اعرف حكايه الدراعين. يعني عايز حضرتك تحكي الدرع ده وتحكي الدرع ده للناس تقول ايه؟ طبعا الكلام الاول على الدرع العام كويس ترتيب اول تمام. على مستوى القاهره من اول سن 10 سنوات هي. حتى 18 سنه ما شاء الله. طبعا الدرع ده متواجد في الاهلي من زمن كبير جدا على ما اعتقد من 90 تمام. ما خرجش بره الاهلي الحمد لله. احنا كان عندنا تكريم من فتره يعني اول امبارح ما شاء الله امبارح الحمد لله خدنا ترتيب عام اول كاتا وكوميتي وترتيب عام الاثنين كاتا وكوميتي ما شاء الله. طبعا الفريق نقاط كبيره جدا بينه وبين الثاني. يعني مين الثاني؟ الثاني كان الشمس وفي الزهور هايل. الحمد لله طبعا ده بيبقى كاتا وكوميتي وتبقى المنافسه فيه شرسه ان كل واحد عاوز يحافظ على الدرع في النادي بتاعه. فالحمد لله الاهلي منظومه متكامله بتقدر ازاي توظف كل مدرب وكل اداري وكل لاعب في مكانه عشان نقدر نوصل للنتيجه دي. بالنسبه لدوري الناشئات ده دوري غالي عليا عشان دي فرقتي تمام. ده اللي هو ده على الشمال ده تمام. طبعا طبعا صح فرحان انا طبعا كان ليا شريك طبعا في النجاح ده طبعا كابتن خليفه عدين شاور شيكو تمام. وطبعا الدرع دوت كان كنا بنجتهد عشان نجيبه يعني. كان في طبعا صعوبات واجهتنا كتير جدا جدا في الدرع دوت بس الحمد لله الجهاز بالكامل كان واقف ظهرنا. طبعا من اول دكتور مراد عاصم رئيس الجهاز ودكتور محمد واللواء اشرف صالح وكابتن حاتم مدير قطاع الناشئين بذل معانا مجهود كويس جدا جدا عشان نقدر نحافظ على الكيان بتاع الفريق. وطبعا عندنا كان اللعيبه صغيره في السن فما كانش في خبره قوي فقدرنا قدرنا ان احنا نوصل بيهم في فتره قصيره لخبره كويسه جدا يقدروا ينافسوا في الدوري الممتاز. وطبعا الدوري الممتاز من اقوى الدوريات الموجوده في الكاراتيه تمام. طبعا انا بشكر جدا اللاعبين بجد. اللاعبات تعبوا معانا جدا. العشر لاعبات كانوا في الملعب يا كابتن يعني بس هتقعد تقول لها تعبت لا لا والله تعبوا معانا في كلهم صح؟ لا لا تعبوا معانا في الدوري ده بجد. العشر لاعبات كانوا على قد المسؤوليه في الملعب. احنا كنا بنضغط عليهم جدا في الملعب والحمد لله هم كانوا بيقدروا يستحملوا وبنعدي يعني الماتش. المكسب كان بيجيب مكسب مكسب بيجيب مكسب. حتى في ماتش التعادل اللي تعادلناه احنا تعادلنا ماتشين بس يعني وكسبنا كل الماتشات. كان هم بيقولوا نفسهم احنا لازم نجيب الدرع. الدرع كان بيقرب وكان لاخر ماتش كان ممكن يبقى مش في الاهلي. فالحمد لله هم كانوا على قد المسؤوليه. واجمل حاجه في الدرع ده اللي كان جميع مدربين النادي الاهلي موجودين للدعم فريق البنين والبنات. ما شاء الله. فدي سمع في النادي الاهلي يا كابتن ان كله بيكون متكاتف سمع ده. اعتقد دكتور مراد عاصم برضو عامل حاله في النادي الاهلي في الكاراتيه بصراحه حاله جميله جدا. لازم نشكره يعني. يعني حاله جميله جدا. قبل ما اكون متواجد في النادي الاهلي ما كنتش بحس بالروح دي خالص. لما تواجدت بقالي 3 سنين في النادي الاهلي لا حاجه مختلفه تماما بعيد عن المنافسه. لا في فعلا نظام في النادي الاهلي ما بيكرمش غير الاول. دي حقيقه الاول دي حقيقة. دي سمة البطل سمة التميز. الأول هو اللي بيوصل. دايما كان بيتقال لي كده من مدربين هناك ركز على الأول ركز على الأول. كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي قال لبطل أبطال السكواش في قعدة من الأعداد قال إن إحنا عندنا التاني زي الأخير. قال الكلام ده وإحنا فعلا النادي الأهلي التاني زي الأخير. دي حاجة طبعا جميلة في الأهلي اللي هو دايما بيركز على الأول ودي طبعا يعني من سمات البطل ومن سمات التميز في عالم الرياضه يعني. محمد صلاح روما قول لي بتشجع الكوره؟ طبعا بتابع كوره. بتتابع كوره؟ طبعا. قول لي بعد ما بقيت بطل عالم
والاولمبياد دخلت خلاص ودخلت الكاراتيه دخلت لعبه اولمبيه لسه ياسمين نصر طبعا كنا هنسال الملك اكيد عليها بس ياسمين نصر لسه محققه ميداليه اولمبيه النهارده شعرت بايه لما الكاراتيه دخلت الاولمبياد وشعرت بايه بياسمين نصر تحقق ميداليه اولمبيه كنت جالك ايه طبعا حاجه حلوه جدا اللعبه اللي انت بتلعبها تبقى لعبه اولمبيه وبيخليك يبقى عندك طموح اكتر ان انت تجيب ميداليه اولمبيه ان شاء الله ويعني ان شاء الله يعني اتمنى ان انا يبقى اجيب الميداليه الاولمبيه في الفتره الجايه ان شاء الله باذن الله يا محمد يا رب ربنا يكرمك ياسمين ملك سوري تقولي ايه لياسمين نصر وهي في الارجنتين النهارده بعد ما حققت الميداليه ودي بنت لعبه الكاراتيه اللي انت بتلعبيها طبعا ابرك لها هي عملت انجاز اول تعتبر اول بنت تجيب ذهب في الاولمبياد على المستوى العالم كله بصراحه هي مجتهده جدا هي ما جابتش حاجه في العالم بس حققت وثبت نفسها في الاولمبياد هي كانت النهارده الاولمبياد ربنا يوفقها في اللي جاي وان شاء الله تحقق اول عالم ان شاء الله يا رب باذن الله محمد قول لي دلوقتي بعد ما الكاراتيه دخلت اولمبياد وي 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 قول لي انت جوه صاله الكاراتيه في الاهلي بيجي لكم جمهور يشجع اللعبه ولا عباره عن اولياء الامور اولياء الامور اولياء الامور طب قولي لو دخلت الملعب ولقيت فيه 10000 واحد هتعمل ايه ده انا هموت نفسي طب كلمه تقول لي ايه الجمهور النادي الاهلي عشان يجي صاله الكاراتيه ويشجع فريق الكاراتيه في النادي الاهلي تعالوا شجعونا يعني بس كده اقول لهم عايزك تقول لهم كلام كويس بص للكاميرا كده قول لهم لازم ندعم الالعاب الفرديه يعني. ها قول يا محمد لازم ندعم الالعاب الفرديه لازم تدعم يعني في انجازات الالعاب الفرديه تعملها الالعاب الجماعيه ما تقدرش طب اقول حاجه كويسه كل واحد يقول كلمه لجمهور النادي الاهلي ماشي يا محمد محمد عادل كلمه لجمهور الاهلي ندعم يعني الجمهور كان يدعم برده في اللعبه الفرديه عشان في لعبه فرديه انجازات بتعملها لعبه جماعيه ما بتعرفش تعملها مش محمد صلاح يعني ركزوا معانا شويه احنا والله احنا بنعمل بنبذل جهد كبير جدا عشان نوصل اللي احنا وصلنا ده ومستنيين يعني الناس يعني تبص لنا يعني فاهم ان شاء الله باذن الله دايما كل الناس هتبص لك وبطل عالم وحاجه جميله قدامي ملك تقول ايه؟ شجعونا اهتموا بينا حاجه كويسه ان انتوا تشجعوا لعبه فرديه مش لازم كله لعبه جماعيه مش لازم لعبه جماعيه مش لازم مش ده انت مشجع كوره مش مشجعش كوره ولا ايه؟ مشجع طبعا طبعا لازم لازم اشجع فرقتي طبعا اكيد طيب برضه عايز كلمه اخيره للاسره محمد عادل لبابا وماما طبعا بشكر امي وابويا واخواتي يعني هم وقفوا جنبي كتير وهم السبب اللي انا فيه دلوقتي ويعني الحمد لله هم السبب وجدي برده وخالتي كلهم كانوا بيلعبوا كاراتيه كله كله عيال الكاراتيه محدش عارف يتكلم معاكم لا محدش يخش قريب على فكره انتوا قرايب ده محدش عارف طب كويس انتوا قريب بعيد عني اختي بطلت عالم سنه 2015 ما شاء الله ويعني مامتي برده كانت بتلعب كاراتيه وخالتي استناك لما تكون انت بطل عالم يا رب ان شاء الله يا رب باذن الله محمد صلاح تقول ايه للاسره الكلمه عندك في البيت طبعا لولا الاسره يعني ما كنتش وصلت اللي انا وصلت له طبعا جهد ابويا وجهد امي عمره ما انساه ده عمره ما انساه يعني انا دلوقتي يعني مش عارف اشكرهم ازاي والله محمد حاجه كلام جميل ملك هنقول ايه؟ بشكر بابا وماما جدا 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 وجده اللي كان بيدعمنا على طول احنا قسمنا عيله رياضيه بس جده رياضي ما شاء الله خالاته خاله كله برضه عيله ما حدش يخش فيها بس الكلام ما انتوا عيله واحده عيله واحده فانا بشكرهم جدا على تنظيم وقتي على ان هم بيودوني التمرين ما بيسيبونيش لوحدي بيشجعوني على طول بشكرهم جدا انا مهما قعدت اشكر من هنا لبكره مش هقدر اوافي لو عندنا الهوا ما عندكش مشكله خالص مفيش مشكله خالص كابتن عبد الرحيم كلمه اخيره للابطال دول في المرحله اللي جايه تقول لهم ايه؟ لكم اتعبوا اكتر في النادي الاهلي اللي بيتعب بيلاقي لسه انتوا صغيرين في السن بطولات العالم جايه بطولات الجمهوريه جايه وعندنا تصفيات منتخب في شهر 2 ودي اهم تصفيه عندنا عشان دي اللي هتخليك تبدا الرانك بتاعك والتصنيف بتاعك جوه محلي او دولي باذن ربنا يوفقكم وانا شايف بجد في امل كبير جدا جدا في لعبه النادي الاهلي ان شاء الله كبير جدا جميع القطاع الناشئين في امل كبير جدا في اكتر من بطل عالم باذن الله السنه دي يكون موجود بقول لكم تعبوا وهتلاقوا تعبكم دوت موجود باذن الله كابتن عبد الرحيم كباتن قدامي محمد عادل محمد صلاح روما ملك بشكركم انتوا كنتوا معايا النهارده شكرا وفي اخر حلقتنا النهارده لازم نشكر جهاز الكاراتيه بالاسد دكتور مراد عاصم اللي فعلا محققين انجازات
في قياده الكاراتيه في النادي الاهلي، وفعلا دائما وابدا على المقدمه. ان شاء الله تقابلنا في الحلقه الجايه. شكرا والى اللقاء.